تعالوا حبايبي جريد 3 نكمل في اليونت بتاع اللينث ونشوف مع بعض حاجه تانية. احنا قلنا يا مستر الرابر وانت مديني تشوز تفتكروا بقى الرابر ممكن تبقى 37 ملم ولا 34 ولا 30 ولا 20. يا مستر انا مش فاهم، مش الرابر دي قد عقل 2 صباع والعقله الواحده اقول عليها ب 10 ملم يبقى عودتين بكام؟ 20. مفيش رابر كبيره قوي مش كده؟ يبقى الرابر دي صغنطوطه صغنطوطه، فبالملي اقدر اقول كام؟ راحت فين؟ ايه ده؟ زعلتيني. ايوه كده. بصوا بقى معايا، احنا هنا انا بفكر بفكر مش كده؟ انتوا معايا في اللي انا بقوله؟ طب تعالى نفكر تاني سوا. بص يا حبيبي، ده البوك او النوت بوك كتابك، تفتكر النوت بوك ده حوالي قد ايه؟ استنى يا مستر، يعني ايه قد ايه؟ يعني انا الكتاب بتاعي هل ينفع اقيسه بالمليمتر؟ لا. ده مش انت يا مستر. طب بالميتر؟ لا. يبقى احسن حاجه ايه؟ سنتيمتر. هنصور حبايبي تاني، يبقى انا لو قلت البنت السنتيمتر، مستر اسامه بالسنتيمتر، لكن نقول مثلا الكراس الوول الحيطه متر. برافو عليك يا مريم. بصوا معايا يا حبايبتي، بصوا حبايبي، بصوا حبايبي عشان عندي حاجات كتير عايزه تتحل. ثانيه واحده حبيبي وهنمشي. تفتكروا التري الشجره، بص بقى معايا، متر سنتيمتر مليمتر. زياد ايه رايكم في كلام زياد؟ صح. طب تعالوا نشوف، اكسلنت زياد. طب تعالوا نشوف اخر واحده يا عيني، الانت 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 ايسل. بصي بقى هديكي اختيارات، يا ترى يا ايسل الانت السيوتوبل يونت اقيسها باحسن حاجه تفتكري بالميتر؟ طب مليمتر شطوره. ادي حبايبي ما في حاجات، هو انا هجيب حاجه واقيس؟ لا، بس اصبر عليا عشان عندي حاجات ثانيه هنقولها سوا. تعالوا يلا بقى نعمل ستوب ونشوف كده انت عايز تحل. انا عارف، بص بقى معايا ثواني يا بابا حبايبي جريد 3، تعالوا كده مع بعض نلعب لعبه حلوه. اولا انت لازم تتعلم تقرا السؤال، محدش هيقرالك يا مستر لسه صغير، كان زمان حبيبي. بص بقى رايت، اسمع، سيوتابل يونت يعني ايه يا مستر؟ يعني انا شايف بوتل ازازه اهي، وشايف انت، وشايف جراف، يا ترى ايه السيوتابل يونت؟ يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. يعني انا لو عايز اللينث بتاع الزرافه دي، الميجر بتاع اللينث، تفتكر اختار متر ولا سنتيمتر ولا مليمتر؟ حد فهم ولا لسه؟ فهمتوا؟ طب عيد تاني؟ لا. تاني انت لازم تقرا السؤال. سيوتابل يونت يعني انا الحاجه المناسبه، يا ترى الانت هقيسها بالميتر؟ محدش يجاوب، هو ده كده. طب يا ترى البوتل برضه تنفع بالميتر؟ طب يا جراف الزرافه تنفع بالمليمتر؟ طب بالسنتيمتر؟ ادي ده حبيبي اسمها سيوتابل يونت. كم واحد لسه ما فهمش؟ عيد تاني. طب فهمنا؟ متاكدين؟ يس. طب اسمع يا عم، هنطلع كده، احنا عندنا ثلاث حروف، يا اما ام، الام ده اختصار ايه يا مستر؟ ميتر. يا اما سي ام، سنتيمتر. يا اما ام ام، مليمتر. انت هتيجي تعمل رايت، تكتب تحت البوتل، اكتب ايه من الثلاثه دول؟ تحت الانت، تحت الجراف. عايزين ثلاثه، هنبدا بالترتيب محمود. يلا حبيبي، البوتل نختار لها ايه السيوتابل يونت؟ علي صوتك حبيبي. طب تفتكر الازازه ميتر؟ طب فكر تاني كنان، البوتل الازازه
البوك بتاعك، النوت بوك بتاعتك، ينفع استخدم لها ميتر؟ امال ناخد ايه؟ سنتيمتر. الله عليك، يبقى دي بالسيئة. طب يلا تاني، الانت، الانسكت، البي، ايه يا حبيبي؟ ماشي، ما احنا رايحين على روانزا. يلا يا روانزا، نختار لها ايه؟ الله عليكي، واحنا قلنا نختصرها ايه؟ الله الله، ايوه كده. يلا بقى عشان بعد كده هدخلك في الدرس الجميل. يلا خلصنا حبيبي، قول كده. دي جراف زي الاليفانت، زي مثلا لو قلنا الدونكي، لو قلنا الليون، يا ترى استخدم لهم ايه؟ علي صوتك. ميتر. ايوه كده، برافو، نختصرها ام. ارجع بقى عشان عايز ادخل في الدرس. خلاص حبيبي، خلاص حبيبي، بطل يا بابا راجل. حضرتك انت بقى تروح البيت تكمل لي الحاجات الجميله دي. في مشكله؟ استنى بقى. اسمع اسمع. ياسين كان من شويه قال لي طب انا معايا مسطره، معايا رولر، هل هنستخدمها؟ تعالى اوريك بقى ازاي هنستخدم الرولر علشان نقيس بيها. اسمع لو سمحت حبيبي، انا عايزك تركز معايا علشان انا بعلمك حاجه. بص يا عم، مثلا انا عملت كاندل، انا ما بعرفش ارسم، بس انا عملت كده وادي الكاندل بتاعتي اهي. يا ترى لو انا عايز اللينف، عايز طولها، يا ترى لو قلت لك انا عايز استخدم الرولر. بص بقى حبيبي ازاي نتعلم بالرولر عشان المره الجايه تبقى تجيب رولر معاك. بص لو سمحت ثواني عشان انا عايز افتكر الرولر في انهي حته. هنا افتكر هنا. استنى بقى لازم البس النضاره، عقوا عليا معلش. ايوه في الصندوق ده، انا ما كنتش شايف الصندوق. ادي الرولر اهي، ادي الرولر اهي. بص بقى حبايبي حضرتك، ادي الرولر. انا عايز اعرف احط الرولر ازاي، هل الرولر كده صح؟ طب يا مستر بص بقى معايا، هل كده صح؟ لا يا مستر. بص بقى حضرتك هتيجي تعمل لاين هنا كده، سوري، وهتعمل لاين هنا ثانية واحدة معلش، وتعمل لاين كده، أو أنت هتلف الرولر بتاعتك. بص كده أنا هلفها إزاي، وأروح جاي مقربها على البداية والنهاية اللي أنا عملتها، ادي اهو، وهنا بيبقى في الزيرو، وبمشي 1 1 2 3. هو الارقام مكتوبه؟ يا مستر النمبر مكتوب 4 5 6 7 8 لغايه ما اوصل عليها تاني. ادي استخدام الرولر. قول تاني. حاضر حبيبي ولا يهمك. انا عندي بوك، الكتاب بتاعي، عايز اعرف اللينز، اجي اعمل لاين كده ولاين كده، اروح جاي بالرولر، تعالي يا رولر نلفها. نلف الرولر، اطلعي فوق يا طنط. يلا حبيبتي اطلعي، يلا يا بابا اطلعي. معلش، ده هو بلفها، عدلتها. يلا بقى نحط ونثبت. بص كده ثبت، ادي الزيرو، ادي الزيرو، وعد لغايه هنا 1 2 3 4 5 6 بقت 7 سي ام. هو ده استخدام الرولر؟ يس. المره الجايه نجيب رولر، او روح البيت تطبق في التمرين ده. بص الراجل ده جميل، عامل لك نقط هنا اهي وهنا اهو، حضرتك تجيب الرولر وتقيس لما نروح عشان الكل. حبيبي تعالى نشوف فكره ثانيه، كل ده نقيسه. بص بقى اللي جايه دي، دي بقى مهمه. نعم يا باشا. حبيبتي ولا يهمك، اديني ثانيه واجيب لكم كل حاجه. ممكن بصوا بقى حبايبي، بص هنا
حبايبي حبايبي هنا قايل لي كلمه ايه؟ بس انا يا مستر مش هعرف اعد بالملي ليتر. يعني ايه مش هتعرف تعد؟ اسمع يا قمر. الله شايف النقط الشرط الصغنطوطه دي؟ دي بالملي، هل انت شايفها؟ لا ولا انا، اسمع بقى. انا هقيس بالايه؟ سنتيمتر. لو معايا 7 سنتيمتر تبقى كام مليمتر؟ لسه بقى قايلينها. سجى 700. لا 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 قلبي يا ولدي قلبي يا ولدي. 70 مش 70 70 هي فعيلة تي، يبقى 70 60 50 اسمها 50 مش كده؟ بص بقى معايا تعالى كده نرجع تاني. اسمع يا بابا، يبقى انا هقيس دي من ايه؟ ما انا عارف هقيسها بايه؟ طب لو كانت 5 انا عايزها ملي اكتب كام؟ 50. لو انا قست البن ده الدبوس ده وطلع لي 4 سنتيمتر اكتب كام مليلتر؟ 4. طب ما نجاوبش بدون اذن حبيبي، اكتب 40. ناخد بالنا حبيبي ايسل، خدي بالك لو سمحتي حبيبي. تعالى بقى ندخل على حاجه ثانيه. بص معايا لو سمحت، هنا بيقول لي كلمة إيه؟ ميجر. ميجر يعني قيس. ميجر ميجر بص كده. وبعد كده يا مستر اعمل الرينج. استنى الكلمة دي بقى لنا مدة ما سمعناهاش. الرينج يعني إيه؟ الرينج يعني هرتب مش كده؟ اسمع بقى. الرينج أنا بنسى، طب أنا أعمل الرينج بمزاجي ولا هو يقول؟ هو قال عايز أبدأ منين؟ لونجست. يبقى أنت حبيبي هتيجي تقيس. بص كده انا ممكن اعمل كاونت 1 2 3 4 5 6 7 8 ده طلع 8 ها 1 2 3 4 ده 4 ها 1 2 3 4 5 6 7 ها 1 2 3 4 5 بص بقى لما يقول لي اوردر من اللونجست انا عايز من اللونجست يبقى ابتدي منين؟ فين البيجر؟ مين اكبر حاجه؟ يا مستر كان عندي هنا 8 يبقى ابدا هنا اكتب 8. نيكست 7. نيكست 5. ذا لاست 4. تاني حبيبي راحه. تعالى بس عندي حاجه ثانيه اجمل. كل ده سهل. بص بقى هنا. طب اصبروا بس عليا، انا هصغر سنه بس انت هتبقى عارف. بص حبيبي عندي الكلمه دي هنقولها بعد شويه تاني. استميت سمعنا عنها في جريد 2. ايوه استميت يعني تقريبا. يا ترى يا مستر بص بقى، هل الكار اباوت 2 سنتيمتر؟ لا نو. طيب 10 متر؟ صح. ممكن ممكن. اصبر بس ما تقولش لا صح ولا غلط. اصبر بس. طيب الهاوس اكيد متر اكيد متر. بص بقى انت اللعبه دي عارف معناها ايه؟ يعني معناها انت كده تقريبا تقريبا. بص انا حاولت اصغر اهو كده كلنا شايفين. تعالوا كده نلعب سوا اللعبه الحلوه دي. بص يا عم انت ايه اخر واحده؟ رابر رابر او اريز. اخر واحده اريز. تنفع تبقى 10 متر؟ لا. طب 2 متر؟ لا. طب ممكن تبقى 10 كبيره؟ 10 يا مستر ده 10 ده البن. يبقى الرابر الاستيميت بتاعها كام؟ 2 سنتيمتر. حلو خالص. البن اختار له ايه بقى؟ البن 10 سنتيمتر. الله يبقى انت رايح لده. يلا بقى الكار هنا في 10 متر و 2 متر. 2 متر. الله بصوا خلي بالكوا بقى سجى رفع دي ما بتجاوبش بدون اذن. حبايبي احنا عايزين كده عشان انت لما تروح تحل لوحدك. انا بحاول دلوقتي ادي لك معلومات. قول يا محمود الهاوس 10 حبيبي. ما هو في 200 في 10 مليمتر 10 سنتيمتر 10 متر. ايوه كده لازم اقول اجابه كامله. ادي حبيبي جزء من الدرس. في جزء تاني ايوه اللي جاي ده بقى هو ده الجزء اللي انا عايز اتعب فيه. اكبر عشان انا عايز النهارده
اروح من كل سؤال واحدة، ما اخلصش الاكسرسايز كله، كل يوم احل، كل يوم اعيد الكويزات اللي انا عاملها. بص بقى 3 سنتيمتر لو انا هفكها كونفيرت اخليها بالملي اختار ايه؟ سجع. الله عليكي، يلا نكست. تسنيم هنا 24 السنتيمتر عايزها بالملي تبقى كام؟ على ملي. فكرت ايه؟ تيجي علمها لي بسهوله؟ ايوه بصي 40. برافو عليك. بص حبيبي انا لما يبقى معايا سنتي وهنا ملي انا من عندي بوت زيرو، طب دي 3 احط الزيرو تبقى 30. 24 بوت زيرو وادي 24 تبقى 240. فهمتوا حاجه؟ اسمع بقى اللي جايه دي، دي حته جديده وهنروح نتعلمها فين؟ اخر حاجه اختم بيها النهارده مش هدي تاني عشان انا قلت حاجات كتيره. بص بقى وانا عايزك تروح تفهم، اسمع اللي جاي. عايز الطالب يفهم مش يحفظ. احنا قلنا 2 سنتيمتر افكها بكام مليمتر؟ فكر واحد. زياد ريز يور فويس. 20 ملي 20. اسمع بقى اسمع وافهم، دي اخر حاجه نقولها. طب انا لو قلت 20 ملي متر ارجعها كام سنتيمتر؟ محمود طب فكر تاني. ها 2. برافو عليك. اسمع بقى 2. اسمع بقى حبيبي، لو انا مديك سنتيمتر عايزه مليمتر ازود زيرو، لو انا معايا عايز ارجعك سنتيمتر اكنسل زيرو. ايه رايكم في الكلمه؟ تاني بص كده 30 مليمتر عايز ارجعها سنتيمتر، هنقول ايه؟ 3. ليه؟ علي صوتك. شكرا. يلا تاني. قصدك يعني لو 2 سنتيمتر هنحط الزيرو ونحط نفس الرقم. عشان السنتيمتر هو الكبير. لكن المليمتر الصغير اكنسل منه زيرو. يعني بحط الزيرو وبعدين بمسك الرقم. دروب ذا نمبر. اسمها ايه؟ دروب ذا نمبر. انزل. طب يلا نلعب تاني. بص كده 70 مليمتر ايكوال كام سنتيمتر؟ فكروا فكروا. طب معانا كراسة رفع ايده من بدري. طب حبيبي ولا يهمك. كنان. الله عليك، تقول لي لما يبقى معايا مليمتر عايزك سنتيمتر. لازم المذاكرة تقول كلام. طب نلعبها تاني؟ يس. طب نلعب لعبة تانية. بص أهو أهو، إحنا مش هنقول أكتر من اللعبتين دول. بصوا معايا. لو معايا 50 مليمتر يا ترى ايكوال قد ايه سنتيمتر؟ ايسي شكرا. بص بقى هسال سؤال لياسين وهشوف ياسين مركز ولا لا. ياسين لو معايا، بص ياسين 500 سنتيمتر عايزها متر، ما اوعى تتسرع. هل دي زي اللي فوق؟ اسمع بقى، لو معايا عايز اخليك اكنسل 2 zeros. هنعمل ستوب ونرجع نكمل ثواني. حبايبي تعالوا كده مع بعض ناخد دقيقه بالظبط. لو معايا بس انا عاوزك اكنسل كام زيرو؟ 2 zeros. اهدوا بقى. طب لو 100 سنتيمتر ايكوال قد ايه متر؟ فكر. تسنيم الله عليكي، ما نجاوبش بدون اذن ما تزعلونيش. سما بدات تتحرك يا اخوانا. يلا 300 سنتيمتر ايكوال قد ايه متر؟ شفتي بقى؟ يبقى انا لما بقول انا هعمل ايه عمري ما اغلط. زياد حبيبي انت مالك بتلم العده بسرعه؟ نعم يا حبيبي. حاضر حبيبي هعمل لك صفحه جديده عشان خاطرك. بص بقى
هنلعب نشوف الناس الفاهمه. هنلعب نشوف ايه؟ الناس الفاهمه. يلا يا ناس يا فاهمه. استنى يا مستر، طب ما تيجي نلعب هناك يا مستر. بص بقى يا مستر، معايا 70 ملي عايزه سنتيمتر. كراس نيم، بعد ما قال انا عايز احل رجع يشوف يعمل عينيه. طيب كراس انت معايا يا حبيبي؟ اديني جبت لك سؤال. طب قول يا كراس. معايا 70 مليمتر عايزها بالسنتيمتر، اكنسل كام زيرو؟ شكرا، برافو كراس، يبقى 7. انزل يا عم، يبقى 7، اكنسل واحد. طب تعالى نلعب تاني يا مستر، بسرعه يا مستر. حبايبي بصوا بقى اللي جايه دي، مليمتر عايزها سنتيمتر. فكر فكر فكر. ياسين ازعل يا ياسين، مليمتر لسنتيمتر اكنسل كام زيرو؟ 1 بس يا مستر، ده في كتير. انت مالك يا عم، انت ما بتاخدش غير معلقه واحده من الطبق. طب يلا تاني، سنتيمتر عايزك متر اكنسل كام زيرو؟ بدأنا نفهم حبيبي. اكنسل 2 زيرو. برافو عليك، يبقى كام؟ 2. يا عم اوعى يا عم. بص بقى اللعبه اللي جايه دي، بص دي هنا 60 عايز ارجعها سنتيمتر. ماري ما جاوبتش من بدري، انتوا عارفين كده؟ صح، بس انا مطنش. طب بص يا حبيبتي، معايا ملي عايز ارجعه سنتي، كنسل كام زيرو؟ بس خلاص حبيبتي، لازم اروح تكون عارفته 15 مره. ايه ده بس؟ اوقف واقول ملي انت الصغير عايزك سنتي، يبقى انا كنسل زيرو. طب سنتي ملي، انت الكبير ازود زيرو. بعد اذنكو بعد اذنكو، روح هتشتغل لي في اكسرسايز 4 كله، اول ذا بيست مستر. ما تخلي مستر 5.